لا 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 تضايقونه، تكفون لا تضايقونه. هلا والله ما شاء الله، والله اليوم جو مرة حلو. الله شوف فريق الباص، فريق النصر ما شاء الله، ولا تقولون بالله انه كفو. اكيد رونالدو كان موجود فيه. طيب خلني اروح المحطة، والله شكلي انا اليوم جوعان جائع مر. الله شوف التريلات، شواحنات شاحنات ما شاء الله. يا رب اشلق البقالة مفتوحة. بس دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله كعم، لا حول ولا قوة الا بالله. الله اني تكسرت العظام. خش المسدس، ما ابغى احد يشوفني وانا معي رشاش. ما شاء الله، وش هالصناديق؟ الله اكبر، تشوفوني لا اشوفه. شوفوا الصناديق فوق. هذا كم؟ 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله. وفي سيارة هناك. والله اكبر، وش هذا؟ وش السالفة؟ وش الصناديق؟ ليش الاغراض هذا حق شنو كارغو؟ دقيقة خلني اروح اسمع واسمع صوتهم. الله اني حرامي انا. دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، خلني اخش هنا بس دقيقة. اي والله مثل ما سمعت، ترى المكان مره خطير، لازم نربطهم داخل هناك. ما عاد والله، يعني تعرف الاشياء هذه يتكلمون هذول، مره خطير ترى. بعدين وش الصوت؟ والله كانه في صوت طالع من الصندوق الازرق. دقيقه يا رب ما يشوفني الرجال ذا. بس خليني اشوف. والله انك صادق يعني. ما عاد وش هذا؟ دقيقه، كانه في شيء داخل. تعرف الاكتشافات هذه يعني لا يمكن. والله نسمع لي اصوات كبيرة. اصوات بني ادم. والله لا والله هالشيء هذا ما ادري. شوفوني يا شباب، في صناديق هنا كذا، ها، وفي سياره، وفي شخصين جالسين يتكلمون عن حاجه، فيروس وما فيروس. والله مشكله. خلني اروح. بسم الله الرحمن الرحيم، خلني اروح من ذا المكان. ما ابغى ادخل لي في المصيبه جديده من السيكل حقي هذا. دقيقة بني سكت. يا بنت الناس، السلام عليكم. يا بنت الناس، الله شكله المحل يا رب يكون فاتح. بس لا حلوة خجك. والله مشكلة يا صديق. السلام عليكم. هلا. ها والله اني انا انسان جوعان، ولقيت المحل هذا مقفل، فيعني مش اسوي الحين. طيب دام انها مقفل دور غيره يا حبيبي. اما دور غيره حلو، هذه من وين اصرف هذه؟ يلا ما عليه، خلني اروح. بس والله اني كنت جعان حرام، والله مفروض اني احصل لي اكل. بس دقيق، والله هذول الكراتين هذه انا شاك في، والله انهم اشخاص يعني انا شاك فيهم، والله مو بناس طيبين. دقيق، كان في هندي واقف هنا عند محطة البنزين. سلام عليكم صديق. لا 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 كيف الحال؟ هلا عليكم سلام. ها شبك انت؟ والله ما ابغى شيء، بس عندي سؤال. ايوه. هذول شوفوا الصندوق هذا اللي ورا اللي هناك، هذاك هذا وش عندهم؟ اي اسكت، ما في كلام. هذا مره خطير. هذا وش قصدك يعني؟ هذا صندوق فيه داخل محتوى واجد خطير. هذا انت ما في روح قريب. سوا اوكي. اما عاد وبعدين ما في روح في الليل، يعني بعد صلاه المغرب هذا مكان كله قفل. وقت الليل يعني؟ اي وقت الليل ما في، انا ابغى انت هنا داخل، فهمت؟ خلاص زين، شكرا لك. اما عاد يقول لا تيجي في وقت الليل، ترى هم ناس خطيرين. الله ما شاء الله علي، والله اني اسطوره يا شيخ. طز بالاسطوره الحين. وش حكايه للبني ادم هذول؟ والله اني مشكله، لازم ارجع لهم في الليل واشوف. لازم ارجع في وقت الليل. ما عليها اوريكم. والله اني اسطورة يا شيخ. الله يلا خلني اروح اجيهم في وقت الليل. ايوه الحمد لله، الان انا جيت بعد صلاة المغرب. حلو، الان صار الليل وانا يمديني اروح. ما شاء الله شوف الموتر الزين. والله هلا. يلا خلني اروح. الان صار وقت الليل، والهندي قال لي لا تيجي وقت الليل، يعني يا انا وياك اشوفك يعني خلاص كيف الحال يعني. خلني اشوف. اي والله الكراتين ما زال موجوده. دقيقه، الله اكبر، يا ويلي بيلا، والله اني رحت فيها. دقيقه خلني اخذ سيكلي وراح هناك. دقيقه والله
صدق في واحد هناك نايم، في واحد مسدح. دقيقة وانا الدربيل حق الدربيل، الدربيل دربيل نابه ودربيل مدربيل نابه. ما شاء الله، سلام عليكم. ها لا والله شكله سكران. اي والله شكله سكران، اكيد راح يعلمني كل شيء. اي والله، وين في حد داخل الموت الا ما في حد؟ ما شاء الله شوف الكراتين، والله اني اسمع الاصوات من هالصناديق الازرق هذه. يلا ما عليه، دقيقة خلني اروح اسأل له. شفتوا يا شباب؟ شفتوا اللي اشوفه؟ شوف في واحد هناك، هذا شفتوا في رجال هناك سكران، ابى اروح بسأل له، بسأل هالاشياء يعني. سلام عليكم. لا 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 لا، ايوه ها، مع السلامة مع السلامة. اسلي مع السلامة، والله شكله ذا سكران مرة. سلام عليكم صديق. الله الله، ها كيف الحال؟ ما انا كويس، ما في كويس مرة كبير، خطير مرة هذا. طيب اسمع اسمع، عش ممكن تعلم وش الكراتين هذه؟ ها هذا زق زق، انت بكل زق. اوكي اي اي اي، ايش اللي كل زق؟ تسمع والله لو ما علمتني ها اني راح اتصل على الشرطة. دقيقة دقيقة، بقول له انه في رجال سكران هنا. وين وين رقم الشرطة؟ وين وين ايش الشرطة؟ وش فيه؟ اي ما في شرطة، ما في شرطة، تعال تعال. ما في شرطة، اي كذا كذا، اي خليك رجال. يلا علمني وش الصناديق هذا اللي فوق هذا يعني، وش بعد ان هذا الصناديق الازرق اللي هناك؟ ما بي معلوم، انا ما بي معلوم. ايش اللي ما بي معلوم؟ والله شفت القزاز هذا اللي اكسره فوق راسك؟ لا لا، كله سلك قزاز. يلا علمني كل شيء لك قزاز. هذا هذا حياتي انا هذا. ايوه هاي كذا كويس، مية مية. يلا يلا علمني علمني. هذا صندوق مرة خطير هذا، انت ما في يجي هنا. ليش يجي انت؟ ما عاد صناديق خطيرة، ليش؟ وش فيه؟ وش فيه الصناديق هذه؟ انا ما بي معلوم، بس في باب هناك ورا، ما في روح انت. ايوه ما في يجي قريب هذا باب، هذا مشكلة كبيرة. الباب وين الباب؟ وين بعدين؟ ليش ما اروح؟ وليش ليش ما ادخل داخل الباب؟ انا قلت هذا خطير، خطير يا كلب انت، ما تسمع انت. خطير انت، خطير انت، انت خطير. يلا كل زين، تعال تعال، هذا مدير مشكلة. الرجال هذا في باب ما قصده هذا. شفتوا يا شباب؟ شفتوا شفتوا ولا ما شفتوا؟ هذا شفتوا اللي هناك هذا يقول في باب هناك لا تدخل، وانا بدخل ان شاء الله. لازم لازم ادخل. دقيقة خلني اشوف، يا رب ما في احد. بس يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا راح اقابلكم بعد شو داخل. الله شكله مكان مرة خطير. بسم الله الرحمن الرحيم، اخيرا دخلت. وش هالمكان؟ شباب شوفوا 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 وش لقيت. والله اكبر، وش هالمكان؟ شكله مختبر، اكيد يسوون اكتشافات هنا. اي والله شوف، حاطين CCTV كاميرا، وفي والله انه شيء مرة خطير. وش هذا بعدين؟ اما عاد شفت، قلت انه التانكي حق الاسمنت. شفتوا يا شباب؟ شوفوا هذه التانكي، هذاك الماسورة هناك فوق. اما عاد في شي فوق. وبعدين والله اني اسمع لي اصوات مرة غريبة. وش الاصوات المعفنة هذه؟ من وين جاية؟ يا سلام عليكم يا صديق، في احد هنا؟ والله اني اسمع لي اصوات. اي والله اني اسمع لي اصوات. دقيقة دقيقة، وش هذا؟ صوديوم؟ صوديوم بنزوات، صوديوم بنزوات. وش هذا يعني؟ بعدين وش عندنا هنا؟ بروبلاين جليكو، بروبلاين جليكو، بروبلاين جليكو. شفتوا شفتوا هذا بروبلاين جليكو، وهذا يولع نار، وهذاك تاتو ايش تولينو فلا دانجر فلاميبليريتينتو. اما عاد كفو، والله اني لقيت لي اشياء مرة خطير. دقيقة يعني لو اطلع المسدس حقي، لو اطلع المسدس هل راح ينفجر المكان؟ اي اكيد ينفجر. دقيقة دقيقة خلني ادخل هناك، بعد في باب هناك ما شفته. يا الله والله اني مرة 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 خايف. وما عاد وش هالادوية؟ والله انه شكله في حاجة مو كويسة هنا. دقيقة خلني اشوف المختبر بشكل كامل. دقيقة وين اروح؟ الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله. وانا وش فيني مستعجل؟ وش فيني انا؟ حصلت حصلت الصندوق الازرق هناك داخل، شفتوه هذاك هذا. دقيقة خلني اروح اشوف اتأكد بس، يا رب ما يكون في احد هنا. بس دقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله هذا هو نفس الصناديق اللي كانت موجودة برا. بس وش هو هذا؟ والله ما ادري.
والله ما أدري، أنا والله إنسان يعني خلاص مستغرب من هال... الله أكبر، وش هالصندوق بعد؟ لا والله الآن بديت أشك في الموضوع، الآن أنا إنسان بدأت أشك في الموضوع. شوف في صندوق الثاني هنا، هذاك صندوق رقم واحد وهو هذا صندوق رقم اثنين، وأعتقد أوه ماي جود، لقيت الصندوق الأزرق اللي علمتكم عنه. والله المصيبة مصيبة بقوة قوة قوة. دقيقة خلني أشوف، هذا هو الصندوق. والله ما أدري، والله أني مستغرب، أسمع أصوات جدا غريبة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. دقيقة، كأنه في شخص هناك طايح في الأرض. شوفوا هذا إيدينه. إي والله، من هو هذا؟ دقيقة خلني أركب فوق. يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو. دقيقة خلني أنزل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، وش هذا؟ والله إني خايف. دقيقة والله إيش هذا؟ في شخص متوفي شكله يشبه زومبي. هذا اللي أنا كنت أسمع صوته. تنحش، أبغى أطلع برا. وين أروح؟ يا ربي افتح الباب، مو تفتح داخلك، افتح برا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أني خايف. لازم أحتاج لمساعدة، لازم أدور لمساعدة. يا ربي والله أني خايف. دقيقة خلنا ندخل المختبر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش هذا؟ الله بغرو. يا ربي كان دقيت في نفسي إبرة. يا ربي وش فيني أنا؟ أنا داية والله، شكله إني ركبت فوق الإبرة. أنا وش فيني داية كذا؟ الله أكبر، راسي. الله، أنا وش صار فيني؟ وش صار الإبرة؟ وش سوت فيني؟ ليش أنا دايخ كذا يا رب العالمين؟ أوه، إيش صار؟ أنا وش فيني؟ الله، جسمي حار، وش صار فيني أنا؟ الله أكبر، الله أكبر، وش ما عاد فيني طاقة، وش صار؟ ليش عيوني كذا ما عاد أشوف شيء واضح؟ يا الله، وش صار فيني؟ الله إني خايف. وش فيه العالم كله تغير؟ هلا شباب، اتمنى انكم ما تنسون اللايك وتكتبون تعليق تحت وتشيكون على المقاطع الاول اللي طالع قدامكم. هلا تياغو، علمهم هلا لازم تكتبون تعليق تحت.